مساحتنا الطبية لليوم زينب، مثل ما ذكرنا بالعناوين رح نحكي عن مرض بيعاني منه كثير من الأشخاص وهو الدوار الدهليزي. شو هو الدوار الدهليزي اللي بيصيب الأذن وما علاقته بالتوازن، توازن الشخص؟ كل هالتفاصيل رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور أنطونيو مخول، أخصائي أنف أذن حنجرة. سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يعني عم نحكي عن موضوع مثل ما قالت سالي هو كثير شائع، الدوار الدهليزي، بس ما كثير بنعرف شو هيدا المصطلح، خبرنا عنه. هلا بدايه الدوار بالمفهوم العام هو هلوسيشن اوف موفمنت، يعني هلوسات الحركه. نعم. ف في عندنا مجموعه اقسام جسم الانسان هي بتكون مسؤوله عن مبدا التوازن. عندنا العين، عندنا الاذن، وفي عندنا الدماغ والمستقبلات الاحساس المحيطيه الموجوده بالمفاصل والاربطه. هلا موضوع الاذن كثير مهم انه نحن نركز على شو هي الاذن المسؤوله عن التوازن. كثير الناس بيفكروا انه هي الاذن الوسطى، لكن حقيقه هي الاذن الداخليه. نعم. كثير ضروري انه نحن نفهم هذا المفهوم. الدهليز الموجود بالاذن الداخليه بيتالف من تجويف عظمي وتجويف غشائي. هدول هن اللي فيك تسميهم مستقبلات الاحساس بالجسم. نعم. يعني يمكن دكتور بداية حكيت لنا انه في فرق بين الاذن الداخلية والاذن الوسطى، ومثل ما بنعرف دائما الاشخاص بتخلط، يعني والله معي انا يمكن معي التهاب اذن وسطى بيكون معه دوار دهليزي. كيف يشخص الدوار الدهليزي بناء على شو؟ هلا تشخيص الدوار الدهليزي بيعتمد بشكل اساسي على الاستجواب السريري للمريض بالعيادة. نعم. اي مريض بيفوت لعندي على العيادة لازم ينعطى الوقت الكافي انه انا استجوبه بشكل كامل 15 ل 20 دقيقة، اقدر افهم كيف شكل الدوار. حلو. كيف هو بيوصف الدوار، من امتى بلش الدوار، حجمة الدوار مع شو بتترافق، شو هي الاعراض اللي بتكون عنده، كل قد ايه بيجي. نعم. كل هاي بتوجهنا لحتى نحن نحدد اليوم شو هو سبب الدوار. اليوم في كثير شكايات ممكن تختلط بينه وبين الدوار الثانية. وقت بنقول الدوار بالمفهوم العام اللي هو الفيرتيكو. حلو. هو انه احساس الجسم الشخص المحيط عم بيدور حواليه، ومن هون اجت تسميته الدوار. كثير مثلا ممكن اليوم تفوت لعندي صبيه تقول لي انا حاسه جسمي عم يوقع، ما عم اقدر اوقف. توازن. هذا شيء بيشير الى انه انا عندي فقر دم، بيشير الى انه انا عندي نوبات من الغشي، هو موضوع كثير بعيد عن الدوار. ممكن اليوم نشوف اطفال المدارس اللي عم يحملوا حقائب مدرسيه. صحيح. بنشوف انه فيها وزن اكبر بكثير من وزنه حتى، فهذا صح. كمان شيء ممكن يشير لمشكله رقبيه، انضغاط بالسباته، بعض الاقفارات الوعائيه، هي كلها بعيده عن موضوع الدوار وبتختلف، وهي علاجها كليا بعيد عن ما انه نحن عم نعالج الدوار اللي هو من منشا اذني اللي بنسميه كمصطلح طبي فيرتيكو. حلو. نعم. طيب دكتور، يعني الدوار الدهليزي بنحسه مرض ما له علاج تام، دائما بيعانوا منه العالم، بيترافق معهم، بتجيهم نوبات، يعني ما له شيء محدد، خبرنا عن هذا السبب. هلا لأقول لك شغله، اليوم نحن بال 2021 ما عاد في شيء اسمه انه ما له علاج. كله له علاج؟ طبعا يعني كله. يعني بياخذوا حبوب او بيرتاحوا، بس ما في دائما مترافق. بيجينا مريض بيقول لي انا لي 3 شهور او سنوات عديده عم اخذ مثبطات الدهليز اللي هي البيتا هيستامين، البيتا سيرك، السينارزين، من دون انا ما استفيد. حقيقه نحن بيكون في عندنا خطا بالتشخيص، ما لنا واصلين لتشخيص صحيح شو هو سبب هذا الدوار عند المريض. من غير المقبول اليوم انه انا بال 2021 ما اقدر اعرف شو هو سبب الدوار. صحيح. عند المريض. صحيح. فبالتالي انا اذا حددت المرض عرفت شو هو، فانا بقدر وصل لتشخيص. هلا اذا بدي احكي لك عن دوار الدهليزي، هو مصطلح عام بيجي تحته كثير اسماء صغيره. نعم. ممكن يكون المرض هو التهاب دهليز حاد، التهاب العصب الدهليزي الحاد وحادي او ثنائي الجانب. هذا النوع من انواع الدوار بيجينا مثلا بعد حاله من الرشح الفيروسي بعد 10 ايام. هون لازم المريض انه يراجع الطبيب فورا، لانه هذا الدوار بيجي مثل الزلزال، مثل خبطه. اذا انعطى العلاج المناسب بالوقت المناسب خلال يومين او ثلاثه بعد هي النوبه من الدوار، فممكن نحن نتلافى موضوع نوبات دوار طويلة الأمد. أما إذا ما نعطى العلاج المناسب فنحن فتنا بعواقب ثانية. نعم دكتور، يمكن ذكرت نقاط أساسية. أحيانا يمكن بيجيك مثلا مريض أو مريضة بيقول لك دكتور أنا متسطح بالتخت والسقف عم يفتل،
فيني طبعا. فهي كمان ممكن تكون من طبعا. اعراض دوار الدهليزي. هذه الشكايه بنسميها ريد فلاكس، يعني ريد. احنا علامه نعم. مميزه للدوار الدهليزي. الدوار الدهليزي اللي منشأه من الاذن ما بيخبي حاله، بيقول لك المريض انا مو قادر اتمسك بشيء حوالي، انا بحس الدنيا كلها عم تخطر، السقف عم يوقع، الارض عم تطلع، حيطان بدها تقلب. عادة هي الشكاية نحن وجهتنا بشكل أساسي، استبعدنا أسباب الدوار اللي هي قد تكون بعيدة عن الدهليز مثل الدماغ، العين، المستقبلات المحيطية، توجهنا باتجاه الدهليز. بقى نحن نحدد أي جزء من أجزاء الدهليز هو المسؤول عن هذا الدوار. هل نحن عندنا التهاب بالعصب الدهليزي، أم عندنا داء منيير اللي هو التهاب متعاود متكرر بيجينا على شكل ثلاثي؟ يعني أهم شيء نحن ما نخلط، يعني نستشير طبيب وما نشخص لحالنا ونخلط. موضوع الدوار هو موضوع كثير شائك كان بالزمانات، اليوم صار في عندنا كثير وسائل تريحنا، تقدم كثير العلم، ما عاد في انه والله نحن ما له علاج، ما في شيء ما له علاج، نحن قادرين نحدد شو هو العلاج، نحدد شو هو نوع الدوار ونختار العلاج المناسب له، سواء كان علاج سلوكي، علاج نفسي، علاج بشكل مناورات حركيه او علاج دوائي، وممكن بالحالات الكثير شديده نستعمل العلاج الجراحي. نعم دكتور، طب اذا حدا صابه دوار دهليزي شو اول شو الاسعافات الاول اللي لازم يعملك؟ يعني كيف ينقص حاله حتى ما يصير اذى؟ تماما. موضوع الدوار الدهليزي اذا كانت النوبه بسيطه بالمنزل فنحن بننصح المريض بالاستلقاء بالسرير، اغماض العينين لفتره وجيزه لبين ما حتى انه الدهليز يرجع يستقر، في ياخذ لبن او شيء. سبق حكينا انه هو الدوار بصير نتيجه خلل ما بين اعضاء الدهليز مع بعضه، فلبين ما رجع شوي استقر الدهليز. اذا كانت نوبه الدوار شديده وما عم تتراجع، يعني ما عم تتراجع، فهون نحن في عنا انه يتوجه لاقرب مشفى موجود، قسم الاسعاف، بنعطي نحن مثبطات الدهليز، بنعطي مضادات الاقياء اللي بتاثر على المراكز العصبيه المسؤوله عن التوازن، بقسم الاسعاف بنعطيها بشكل عضلي، ممكن نعطيها بشكل وريدي، بتاثر خلال تاثير سريع، على خلاف الادويه الفمويه اللي بدها بحدود النصف ساعه للساعه لحتى تراجع الهجمه. نعم. وقت يجي مريض الدوار الدهليزي لعند حضرتك دكتور وتشخص حالته انه هو معه دوار دهليزي، في شيء لازم يمتنع عنه؟ يعني في ممنوعات له؟ حميه غذائيه خلينا نقول، جهد افراط بالجهد؟ هلا حسب نوع الدوار الدهليزي، اذا كنت عم احكي عن داء منيير اللي مثل ما قلت هو التهاب حاد وحيد الجانب متكرر، فانا هون بدي اعمل حميه قليله الملح. اها. اما اذا كنت عم احكي عن انواع الدوار الثانيه واللي انا سبق عالجتها مضادات الدهليز او مثبطات الدهليز، فهون انا بدي انصحه انه ما يسوق السياره بشكل لفترات طويله، يتجنب مثلا الصعود على السقيفه، يتجنب الشغلات اللي فيها مرتفعات، اي قصص ممكن تشكل خطر على حياته، بحيث انه اذا اجت نوبه الدوار وهو بحاله ما يكون هو خطر على حياته او حياه الموجودين حواليه. نعم. طب شو بتقدم نصائح اليوم لكل اللي عم بيعانوا من الدوار الدهليزي؟ حتى احيانا بنلاقيهم ياخذوا مسكنات، في اخطاء يعني بالدواء دوائيه عم بتصير ممكن تاثر سلبا عليه. مبدئيا هلا نحن عندنا 70% من شكايات الدوار الموجوده بالمجتمع بيكون مسؤول عنها الدهليز الموجود بالاذن الداخليه، لذلك التوجه الى طبيب اذن انف حنجره، مقاربه المرض بشكل صحيح، انه نحن نشخص الشيء اللي موجود معنا، نفهم عنه منيح، نقرا عنه بشكل كويس، نقدر نوصل للحل المناسب والعلاج، وانه نكون نحن مرتاحين بحياتنا، بعيدين عن الدوخه، بعيدين عن الدوار، بعيدين عن اي مشاكل ثانيه. حلو. دكتور ايضا في فرق بين الذكر والانثى يعني بالدوار الدهليزي، بيكون اقوى مثلا عند الرجال دون النساء او عند النساء دون الرجال، ولا هو لا حسب الشخص، حسب وزنه، حسب طبيعته، وهل هو وراثي؟ حقيقة موضوع الدوار بشكل عام ما في فرق بين الرجل والأنثى، لكن فإن بعض أنواع الدوار بنرجع مثلا مثل دوار الوضع الاشتداد السليم أو مثلا داء منيير اللي هي الأنواع الجزئية، الدراسات عليها بتقول أنه لوحظت عند بعض النساء أكثر من الرجال. داء منيير له آلية وراثية أكيد مثبتة فعليا، يعني لذلك نحن بنقول انه اذا في حدا بالعيله بتجي نوبة بدوار بعد ال 45 سنه فممكن يكون الافراد الثانيين بالعيله يتعرضوا لهي المشكله بالنسبه للوراثه. بالنسبه للوراثه نعم. تمام. ممكن اي عمر يسيبوا الدوار الدهليزي للانسان يعني حتى الصغار؟ عاده الاطفال الصغار اللي بصير يعني حسب بدنا نحدد شو العمر،
مثل ما قلنا من شوي من سن المدرسه من 6 سنوات وما فوق ممكن يتعرضوا لدوار نتيجه انضغاط باوعيه العنق. موضوع الدهليز بيصيب الاعمار الصغيره، لكن ما بنلاحظ انه الشكايه بتتظاهر، لانه بدايه يعني احساس التوازن بده يكون المريض يتجاوز مرحله معينه لحتى يقدر يوصف لنا اياها. نعم. خلينا هلا نقدم نصائح دكتور لكل اللي عم بيتابعنا، شو بتنصحهم؟ يعني عدم الخروج خلينا نقول بالشمس هلا شو بذروه الشمس يعني كمان ممكن تاثر، مثل ما ذكرت كمان ضمن نصائح عدم قياده السياره، مراجعه الطبيب بس يخلص الدواء كمان هدول القصص. هلا نحن عم نمر بفتره من السنه فيها درجات الحراره كثير مرتفعه، هذا بياثر على نقص سوائل الجسم، بيأثر عنا على المغذى، كلنا حاسين اليوم بالشوب يعني بالرغم من كل شيء من الصبح صحيح تماما، هلا الساعة 9 بتلاقي درجة الحرارة كثير عالية، فبنحاول قدر الإمكان إنه نحن نعوض تعويض كافي من السوائل، شرب مي بكميات كثير كبيرة، معدل 2 لتر باليوم، نحاول قدر الإمكان إنه نحن ما نخضع نفسنا للإجهاد بحيث إنه ما تقدر مستقبلات التوازن ما تقدر الأجهزة موجودة بالجسم أنها تؤدي الوظائف المطلوبة منها. نعم. نحن نشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها دكتور، وان شاء الله السلامة للكل. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم يا هلا. شكرا لكم. شكرا لك دكتور أنطونيو مخول، اخصائي انف اذن حنجرة، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.